استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بحضور معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب وسعادة النائب عباس الماضي عضو مجلس النواب. كما حضر اللقاء معالي نائب وزير الداخلية وسعادة المفتش العام وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية. في مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بسعادة رئيس مجلس الشورى العماني والوفد المرافق، منوها إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعبا، مؤكدا معاليه أن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لها الفضل في النهج والحياة الديمقراطية التي تتمتع بها مملكة البحرين وما تشهده من إصلاحات سياسية وتشريعية. خلال اللقاء أشاد معالي وزير الداخلية بالأداء الوطني المشرف لمجلسي النواب البحريني والشورى العماني وتعاونهما المتبادل في المجال التشريعي، فضلا عن دورهما في تعزيز معاني الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية كونهم شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج التي تحقق الأمن والاستقرار. وقد أطلع معالي الوزير سعادة رئيس مجلس الشورى العماني على جهود وزارة الداخلية لتطوير وتحديث النهج الأمني في إطار العمل المستمر لحفظ الأمن والنظام العام وتأمين السلامة العامة، مشيرا إلى أهمية العمل المستمر لتعزيز أمننا الخليجي بمفهومه الشامل في إطار تطوير العمل العربي المشترك بما يضمن تحقيق الأمن المنشود وحماية المكتسبات. قد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وبحث مجالات التعاون بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.